صراحه هذه رونار لائحه زوينه منين دمعه الكعبي مزيان تاهو، بالنسبه للبانون تاهو مزيان صراحه. منين عمرت تشكيله بجت لعابه طعم البطوله الوطنيه، احنا فرحانين صراحه. البانون واخا وداديين فرحنا، البانون غيلعب تاهو في روسيا ان شاء الله، وكنتمناو لهم حظ موفق ويدوزوا للدوزيام تور ان شاء الله. واللائحه جاني كل شيء مزيان رونار، مهم هي لائحه مزيانه، ولكن ملي ما عيشتنا على متولي اخويا متولي راك واري العسره، واش هاد الدري هذا اللي قدامك والله تيلعب احسن من رونار ولا عربي كاين هاد الدراري ياك، والله الا كواري ولكن ماشي مشكل. المهم اللائحه متفائلين بها خير، الدراري مزيانين، لوروب والاجواء وداك الشيء راه مولفين عليها، باش بلا ما يقول لنا افريقيا صهد الشمس ياك الثلج والبرد بغيتهم صيفطناكم الثلج والبرد، ودوزو لنا الدوزيام تور، باغي لا دومي فينال لا فينال. ها الدوزيام تور. التشكيله ديال ايرفين رونار الصراحه تشكيله في محلها صراحه، غير خصهم شي عناصر، بعض شي عناصر اللي تزادوا على اللائحه النهائيه، مي ماشي مشكل ان شاء الله. غادي نمشيو لروسيا ان شاء الله 2018 وغادي نحققوا المبتغى ان شاء الله باذن الله، واللي ملا ان شاء الله الفينال كاع علاش لا. في اللائحه ديال رونار حقيقة أنا ما عرفتش شناهو اللي غيكون حاط في اللعابة، مي بروبابلومون غيكونوا حاطين دوك الدراري اللي هما معروفين بحال مهدي بن عطية، أحمدي، بانون، الناس اللي عطاو فهمتي عندهم أن باجاج اللي غادي يقدروا يحطوه. لا خاصهم واحد، خاصهم الحداد، إلا ما كان الحداد ممكن في السرعة النهائية دابا عنده الأجنحة ما عندهمش مزيان جناح ليسر ولا في جناح اليمين. دابا هو الحداد كيخدم في جناح ليسر. خصو يديوه السرعة النهائية الحداد يكزرهم كاينش. بالنسبة لليست ديال اللي دار مسيو هيرفي رونار، جو فوا كو سيت اون بون ليست، ديجا ليكيب الي كوهيرونت، مفاهمين بيناتهم، متجانسين. سي فغي ما كاينينش بزاف ديال اللعابة ديال البطولة الوطنية، مي سي با غراف فيو كو كيعرفها كأس العالم هادي، خاص دي جوار اللي يكونوا كومبيتيتيف، فوالا كنشوف بلا لائحة مزيانة اللي دار.